اسهل طريقه انك تزرع الذره في البيت بطريقه سهله ومبسطه في الفيديو ده. الفيديو ده مدته قصيره 3 دقائق، هتتعلم فيهم ازاي نزرع الذره في البيت، خطوات الزراعه وانواع البذور والفرق ما بينها وسماد وري النبات ده هيكون عامل ازاي. الفيديو مدته قصيره، ما تروحش بعيد، تابع وما تجريش وخليك معايا. قبل ما نبدا، لو حضرتك اول مره تشوف الفيديو يا ريت تعمل سبسكرايب للقناه فضلا وليس امرا، وفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد اول باول بصفه يوميه. كل يوم بينزل فيديو جديد، معلومه جديده وافاده جديده ومنتهى السلاسه ومنتهى السهوله. الذره المشوي في الصيف كلنا عارفينه وكلنا بنجيبه، لكن نزرعه ازاي؟ زي ما حضرتك شايف كده البذور بتاعته، الذره الصفراء دي ذره البذور بتاعتها عريضه الى حد ما، لكن في نوع تاني من البذور واحنا عارفينه وبنجيبوه في البيت منتهى السهوله نقدر نزرعه برضه. البذور دي الذره الصفراء العريضه المبططه اللي نقدر نزرعها ومنتهى السهوله تدينا انتاج. لكن في بذور تانيه بنجيبها اللي هي الذره بتاعه الفشار، هتلاقي البذور بتاعتها مدوره زي ما حضرتك شايف كده. بفكر حضرتك تضغط سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد اول باول. اللي هنا على اليمين بذور مدوره، دي اللي بنعملها فشار، اللي هي دي بذور صغيره وتلاقيها دائريه الى حد ما، انما البذور التانيه نقدر نزرع الاثنين. البذور اللي تحت دي بذور الفشار، انما البذور اللي فوق دي بذور الذره الشاميه، نقدر نزرع الاثنين. طريقه الزراعه واحده مفيش اي مشكله. بتزرع من امتى؟ بتزرع من نص ابريل وخلال شهر 5 وفي اول شهر 6، لكن كل ما بنزرع بدري كل ما يكون الانتاج احسن وافضل بكتير. يا دوبك بس تجيب البذور وتحطها في التربه بتاعتك كده وتغطيها طبقه خفيفه من التراب وترويها ري غمر وتحطها في مكان لحد لما تنبت. اول ما تنبت لازم تحطها في مكان مشمس بيحب الشمس 8 ساعات، بيحب الانتظام في الري. لو عندك تسميد طبيعي تقدر تسمي الطبيعي. نبات جميل جدا سهل تزرعه، وكمان تقدر تحصل على محصول مجموع خضري جميل جدا في البيت. حتى لو انت مش مستني منه محصول هتعمل منه مجموع خضري رائع ومنتهى السهوله، ونبات بيطلع بسرعه وسهل جدا للناس المبتدئه ان هي تجيب البذور من عند العطار، سواء الذره الشاميه اللي هي العاديه او الذره اللي هي بتاعه الفشار، وتحطها في التراب بتاعك وترويها، هتتعلم فيها الزراعه وهتفرح بالمجموع الخضري الجميل ده. لو عندك اضافه او اقتراح او سؤال او نصيحه او اي معلومه عايز تضيفها او اي حاجه اكتب لنا في الكومنت تحت، هنسعد بيك وهنجاوب عليك بسرعه بفضل الله. اي حد بيسال اي سؤال بنجاوب عليه على طول في اقرب وقت ممكن، ممكن كمان نرد عليه في نفس الدقيقه وفي نفس الوقت ويكون في حوار وتواصل ما بيننا. الفيديو ده للناس المبتدئه، الناس اللي هي عايزه تزرع في البيت وتجرب وتشوف الانتاج بتاعها. لو انت عايز تشوف انتاج هتزرعه في بوت كبير او في ارض مستدامه وتكون في مسافات بينيه، انما الناس اللي هي بتعمل كمشروع او انتاج كبير ليها فيديو مخصوص. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.